الطلاق يمكن أن يكون له آثار دائمة على أطفالك، ولكن أثره يختلف بحسب الفئة العمرية. فتحت السن الثالثة قد يتذكر الأطفال بالفعل الخلافات بين الأبوين عندما كانوا في الثانية من العمر، ولكن بحلول الوقت الذي يكبرون فيه قليلاً قد ينسونها، لكن هذه القضايا يمكن أن تسبب مشاكل لاحقة. مرحلة ما قبل المدرسة، أي من 3 إلى 5 سنوات، إذا كان الوالدان يتشاجران فقد يشعر الأطفال في هذا العمر بقوة أن عالمهم يتعرض للاهتزاز، وقد تتحسن الأمور بالفعل بعد الطلاق عندما يعود الاستقرار إلى المنزل. وبمجرد وضع الروتين يمكن لطفلك أن يبدأ في الشعور بالسيطرة مجدداً. سن المدرسة الابتدائية تحديداً من سن 6 سنوات إلى 12 عاماً، يمكن القول أن هذا هو أصعب سن للأطفال للتعامل مع انفصال أو طلاق والديهم. هذا لأنهم سيتساءلون عن دورهم في الطلاق ويميلون إلى جعل الأمر يتعلق بهم. أما المراهقون فغالباً ما يكونون متمركزين حول الذات، وعلى عكس الأطفال في سن الابتدائية يدور عالمهم عادة حول حياتهم خارج المنزل، ومن غير المرجح أنهم يشعرون بأنهم مخطئون في الطلاق، لذا يأتي القبول للطلاق بسهولة أكبر. ونحن سألنا الناس في العراق ما أسوأ عمر للطلاق الأهل بالنسبة للأطفال برأيك، نتابع الإجابات. بين 5 و15 بيكون الطلاق بين الوالدين بيكون سلبي جدا على الأطفال، بحكم أنه صغار بيكونوا متعلقين بأولاده. بعد 10 خاصة دور المراهقة يكون أكثر تأثيرا لحالات الطلاق اللي تصير بين الأم بين الأب. يكون من 3 سنوات حد 8 سنوات، لأن هي فترة أساس الطفل اللي هي تعلم على الصغر كالنقش على الحجر. إحنا المفروض ننقل تجربة جاي يصير في أغلب البلدان العربية منها مصر. اليوم ما تسمح بالطلاق إذا كان الطفل عمره لا يتعدى 7 سنوات. والله أنا أشوف الفترة اللي يعني هي اللي تحسس بها الطفل هي فترة المراهقة من 10 سنين إلى 18 سنة، لازم يعني يكون الأب والأم موجودين. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.